أخبار اليوم. النهارده بمرور العام الاول على اخبار المساء كان لنا لقاء مع الموج الصغير. استاذ محمد برحب بيك في الحفل النهارده. اهلا وسهلا بيك وربنا يخليك يا رب. حضرتك في كلمه موجزه تقول لنا ايه وتوجه رساله ايه لاخبار المساء في عيدها الاول؟ لا انا بوجه تهنئه من العيد الاول طبعا، وبقول ان من يعني الاخبار دي من الجرائد اللي انا تملي بحرص عليها بجيبها على طول لمصداقيتها ولقيادتها اللي هم فعلا قادرين يعملوا منظومه جميله جدا في الاخبار، مصداقيه جميله، اخبار ما ليس فيها شائعات، ليس فيها حاجات اكاذيب، لا كلها حقائق، كلها شفافيه، وكلها اخبار يعني بتفيد المجتمع، تفيد الناس. طبعا انا بهنيهم تهنئه كبيره جدا، لان طبعا هذه الاحتفاليه مش من فراغ، هذه الاحتفاليه لانهم فعلا كان العام الاول كانوا متقدمين في المراكز الاولى. طبعا انا بهنيهم وان شاء الله يبقى في تقدم اكتر في الاعوام القادمه ان شاء الله. شكرا استاذ محمد.